وياك وجميع خلقك أن حبيبك محمد سيد البشر من خلقك اصطفيته بين يدي الساعة فأرسلته بشيرا ونذيرا فلم يرحل إلى جوارك حتى ترك لنا المحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال تائه هالك صلوا عليه. فصلوات البر الرحيم على النبي الأمي الأمين وعلى سائر من دعا بدعوته إلى يوم الدين. رؤوس أقلام أمر عليها صراعا في هذه الخطبة. في مسألة الدخول المدرسي لازلت أرفع عقيرتي بالصياح للمعلمين والأساتذة، أقول لهم رحماكم رحماكم بالتلاميذ، فلماذا تكثير الأدوات والدفاتر؟ لماذا يعبأ التلميذ إلا أن يستنزف ميزانية والديه عند الدخول بشراء عشرات الدفاتر، وكان يكفي أن يشتري الدفتر والدفتران؟ علاش علاش مالك مالك 60 دفتر؟ علاش علاش ما نعاونوش الناس بالتخفيف عليهم؟ فمن خفف على أبناء الفقراء خفف الله عنه يوم القيامة. كتاب تاع 200 ورقة، ستان تاع دفتر تاع 200 ورقة، اش غادي يدير؟ غادي يطلع السوارخ؟ خمسة دفتر تاع 150 ورقة، ستة تاع دفتر تاع 100 ورقة، 20 دفتر تاع 50 ورقة، فين؟ ملي تشوف الدفتر العام كان ما كاتبين والو. لما شريتو دوك الدفاتر؟ عجبها وداش؟ 100 بوشيط، ملف أزرق، ملف أحمر، ملف كحل، الشكل على المضمون. ثانيا أيها الأساتذة والمعلمون، لماذا الدروس الخصوصية تزيد في استنزاف جيوب الآباء والأولياء إن كان لابد من الدروس الخصوصية؟ لا ينبغي لكم ذلك إلا بشرطين. الشرط الأول أن تؤدي واجبك داخل القسم، أن تقوم بواجبك، لا أن تتكاسل داخل القسم لكي يكون ذلك رسالة ضمنية يفهمها التلاميذ أنك إنما تريد أن تخرج بالتلاميذ خارج قاعة الدرس والتحصيل لكي تقيم دروسا إضافية في بيتك أو في هذه البيوت التي تقرأ. الشرط الثاني أن يكون برغباتهم هم، وأن لا يكون بتأثير منك، وأن لا يكون وتكون الدروس الخصوصية طريقة عياذا بالله لكي تظلم فتعطي الذين يدرسون عندك الدروس الخصوصية نقطا خاصة تجازيهم عليها مقابل المال الذي يدفع إليك من جيوب الآباء مقابل الدروس الخصوصية، ثم تعطيهم والعياذ بالله التمارين، في حين أن الذين لا يحضرون دروسك إنما تتعمد إهمالهم فتظلم في إعطاء النقط. هذا أكل السحت، هذا خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا إفساد للتربية والتعليم، هذا قضاء على مستقبل الأمة. هذا الذي يكثر. تخيل معاك الأستاذ اللي كيدير الله يستر يا رب يقرر في الثانوية زوج سوايع الأربع، ويقرر في ذوك المدارس الخصوصية هنا زوج سوايع زوج سوايع، والدار نتاعو سيمانة كاملة محلولة، 40 واحد الرياضيات، 40 واحد 40 واحد 30 واحد، وكاين عاود داكشي دروس كيسميوها الدروس المركزة كيدير غير زوج ولا 100,000 الواحد. حسبنا لشي واحد يجيب 5 مليون في الشهر تاع الفلوس ديالها في وجده، حسبنا الواحد يدير الرياضيات عندنا اكثر من 5 ملايين سنتيم. هذا يقرر لك هذا؟ لكن نظرت الى اولاده فرايت ولدا يتعاطى للمخدرات فقلت لا عجب. لا اله الا الله. يا الأساتذة، ما رش يقول لك وش الأساتذة، يبقى الأساتذة يزق يقول لك راك تهضر في الأساتذة. أنا أتحدث عن هذا النوع المنحرف. ثالثا دائما في التعليم، أوردت جريدة لافي إيكونوميك استطلاعا للرأي من 15 ل 22 سبتمبر
فإذا بالاستطلاع يكون حول مسألة أيهما أنفع للمغاربة، دراسة المواد العلمية بالعربية أو الفرنسية، ولست أدري كيف توصلوا إلى أن 91% كلهم طالبوا بتدريس العلوم باللغة الفرنسية. الجرائد الفرنكوفونية هذه لا حول ولا قوة إليه. 9991 واحد، 9080 واحد، كلهم أجابوا بالإيجاب أنهم يفضلون تدريس العلوم المواد العلمية باللغة الفرنسية. فهو استطلاع مرشوش مدسوس من حيث أولا الشريحة المستجوبة. أين التلاميذ؟ أين استجواب التلاميذ الذي هم الأمر؟ أين الآباء؟ أين استجواب الطاقم التربوي؟ إنهم اختاروا شريحة وعينة فرنكوفونية ترتبط مصالحها بالفرنسية لكي يخرج هذا الاستجواب ونتائجه على المقاس الذي قاسوه من قبل، فهم يفصلونه قبل أن يخرج. فهو ليس استطلاعاً علمياً، هو استطلاعاً موجهاً. فلو كانوا يريدون استطلاعاً حقيقياً لكانت الشريحة متفرقة على جميع الشرائح متاع المغرب، ولشملت التلاميذ والطلبة والمعلمين والأساتذة والإداريين وكل من يهتم بمجال التربية. هذه واحدة. هؤلاء يفتقدون الحس الوطني. أين رأيتم عياذا بالله من يوجه الناس لكي يحارب الهوية ويحارب اللغة العربية؟ ثالثا، إن اللغة الفرنسية لا تحتاج لكي نذكركم أنها فقدت مواقعها حتى في فرنسا في بلدها الأم. فالمتفوقون في فرنسا باللغة الفرنسية ليس لهم مجال للعمل ولو لم يتقدموا لكي يتقنوا اللغة الإنجليزية، ما حصلوا أبدا على عمل أبدا، لأن فرنسا تخلفت في العلوم عن الإنجليزية 40 عاما. فلازلنا نحن أبناء هذا البلد المتغربين المدافعين عن لغة مولير، لغة المستعمر، أكثر من لغة المدافعين عن لغتهم، لازالوا عياذا بالله متشبثين بلغة المتخلفة، ولا زالت في كل عام تزداد تخلفا. أنا اللي يبغى الأمة تدير يمشي إن شاء الله تبارك وتعالى يقول لا تعلمي اللغة الأخرى ديال العلم. واحد من هنا كان يصلي معنا سعد من المتفوقين في الهندسة، كان يجلس معي في جلسات تربوية، كان يتربى في الجلسات، متفوق، حصل على درجة الأولى وقد تخرج من مهندس الحمد لله. فقال للإخوان في فرنسا: فغا أغلب الخريجين لا يجدون المؤسسة التي يعقدون مع اتفاق، لكم ما تكونش واحدة الشركة ولا اللي كدير مع واحد العقدة باش نعمل توصل الدراسة ديالك وتخدم إن شاء الله تعالى. ما شكون من يعطيو هذه الشركات فرنسا وصل لمن يعطي؟ وخرج الأول ما يعطيوش، واسمو خصك الشرط الثاني الأول واسمو التفوق في الإنجليزية. فأدخله الإخوان إلى مركز فأتقن اللغة الإنجليزية في 6 أشهر وقبل بعد ذلك. الأول ما تقبلش فرنسية فرنسا باش يزيد الناس يعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم رابعا، إن فشل النظام التربوي في المغرب لا يعود للتعريب كما يوهموننا، أن فشل النظام التربوي الذي يحتاج إلى تدخلات استعجالية كما هو الشأن بالنسبة اليوم البرنامج الاستعجالي لا يعود أبدا إلى التعريب، إنما يعود فشل النظام التربوي في المغرب لاضطراب سياسة التعريب. عربوا الثانوي وتركوا الدراسة الجامعية باللغة الفرنسية، أي لم يستمر التعريب حتى يقول للناس إن التعريب قد فشل. يخرج من البكالوريا قرار رياضيات بالعربية، إذا أراد أن يدخل إلى معهد لكي يتخصص في الرياضيات يستأنف الدراسة باللغة الفرنسية، يعني كاين هنالك ما يسمى ريبتير، انقطاع. هم أرادوا أن يفشلوه بهذه الطريقة. فليس سبب فشل النظام التربوي هو التعريب، ولكن هذه السياسة العرجاء في مسألة التعريب. هذه انتهينا منها. ثانيا،
صرختي دائما.